مشاهدي قناة شوف تيفي، اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء، بالضبط من مريبع. يعني رغم انخفاض كبير في درجات الحرارة الا ان الشباب هابطين باش انهم كيعوموا. نتوما كيف ما كتشاهدوا معنا الاجواء كيفاش دايره هنايا بالضبط بهذه المنطقة. يعني نتوما الشباب كلهم كيجيو باش انهم كيستمتعوا بهذه الاجواء. انتم كيف ما كتشاهدوا معنا مشاهدينا الاجواء ديال مريبع، رغم انخفاض اللي اليوم كاين في درجات الحراره. كنعرفوا كنا ان الجو كل مره كيتبدل، الجو دغيا كيتقلب. بزاف ديال الوليدات كيجيو هنا باش انهم كيعوموا، بزاف ديال البنات كيجيو، وخاصه الشباب كيجيو باش انهم يبدلوا شويه الجو. كاين اللي كيلعب كره هنا وكيعجبو باش انه يعوم. انتم كيف ما كتشاهدوا معنا، شوف معنا تبارك الله الشباب كلهم كيجيو هنا باش انهم كيعوموا، كلهم كيجيو باش انهم يستمتعوا في هذا المسبح. هذا راه شوفوا داير بحال شي مسبح بصح. شوفوا كيف ما كتشاهدوا معنا مشاهدينا، الشباب كيلعبوا في هذا الاثناء، الشباب كيعوموا كيستمتعوا بالاجواء. خاصه ان كاين اليوم انخفاض كبير في درجات الحراره، اليوم كاين انخفاض كبير في درجات الحراره، داكشي علاش حتى الوليدات الصغار اللي كيجيو هنا غير هو يردوا بالهم بزاف من هاد البلاصه. هاد خاصكم تردوا بالكم ولا يجيو مع اولياء الامور ديالهم، خاصه القاصرين كيف ما كتشاهدوا معنا. كاين حتى البنات حتى هما كيجيو، المهم الشباب راه شوفوا معنا مشاهدينا الاجواء كيفاش دايره. يعني رغم ان اليوم كاين انخفاض كبير في درجات الحراره، الا ان الوجهه ديال الشباب هي مسبح مريبع. كيفضلوا انهم يجيو هنا باش انهم كيستمتعوا، كيفضلوا انهم يجيو هنا باش انهم يبدلوا الجو. انتم كيف ما كتشاهدوا معنا الاجواء كيفاش دايره هنايا، لا سواء في هذه المنطقه هذه لا لتحت في هذا المسبح. خاصة هاد الوقيتة مناسبة للعمال، البحر راجع دونك ما كيكونش بعد المرات كيكون فاش كيكون البحر هايج المرة كتضرب حتى لهنايا. دابا الماء راه راجع، شوفوا معنا يعني كاين بزاف ديال الناس كيبغيو يتعلموا الناطاسيون، كيبغيو يتعلموا السباحة، كيجيو هنايا باش انهم كيعوم. نتوما كيف ما كتشاهدوا معنا مشاهدينا الاجواء كيفاش دايره بالضبط من مريبع، واللي كيف ما كيطلقوا عليه اسم ديال المسبح الفقراء. شوفوا الوليدات راه كاينين حتى لهيها وكيعوم، ماشي غير هاد البلاصه فقط، راه حتى لهيها وكيعوموا الشباب تبارك الله. رغم انخفاض في درجات الحراره الا ان مسبح مريبع عامر. وهنا مشاهدي ومتابعي قناه شوف تيفي كنكون وصلنا لنهايه هذا البث، كنشكركم على حسن المتابعه، ونتلقاكم في بث مباشر اخر موضوع اخر. السلام عليكم ونهاركم مبروك.